من الأطراف الجميلة يا أخواننا جعري وشاقي وساكنين سوا لكن متناقرين. أصله ده بيبدأ الموضوع ده ببوظ وده بيبدأ ده ببوظ. هالشحم والنار هالجعري قام ما تقولوا ها هسمع النكتة لينها يعني. أقول كلمتين ها قام يا زول الجعري فتح له فرن وبقى يبيع في الرغيف. أربع يوم ما جاوز أبوه الرغيف ما ردم كدي. اليوم ذاك شيء جايله لعشر عيشات جو قبل الجعري قال له هاك اداني عشر عيشات. طبعا عاين كدي لقى الشايق مداير مشاكل قال له رجل عشر عيشات الصف ده ماك شايفه جايني كده ما تجيب في الصف وما فيزوا الشاي قال يجيوا عليه مويته وقت الصف داير صف رجع ورا 10 متر اخواننا الصف ده ما زحموه ويجي ماشي اخواننا الناس اللي قدام يجيبوا لكم بوليس زحوا كده يمشي لما نص الشباك ده قال له هاك الدنيا 10 عيشات الجعل دنقر يدي الشاي مال يده في الهواء سمح فقعت الجعلين قول الدس دق في السقف وجا وراجع ده منطر ابني قال له في زحمه دي دارين عارفه ليه